المتحور أوميكرون عن سابقاته ويلي خلى منظمة الصحة العالمية تحطه بخانة الـ variants of concerns أو المتحورات المثيرة للقلق. هو نجاحه باكتساب عدد كبير من الطفرات الجديدة بالبروتين التاجي أو بروتين السبايك يلي بيزين غلاف الفيروس، وهذا العدد أكبر بكتير من الطفرات يلي شفناها قبل بمتحورات كانت سريعة الانتشار مثل الألفا أو حتى الدلتا. عاجلاً أم آجلاً أوميكرون راح بيوصل على لبنان، ولهذا السبب هناك ضرورة لحماية أنفسنا وحماية الناس اللي منحبهم. أولاً بالإبقاء على الالتزام بإجراءات الوقاية من ارتداء الكمامة خاصة عند الاختلاط، والالتزام بالتباعد الاجتماعي قدر الإمكان. ولكن الأهم بضل هو أنه يلي بعد ما أخذ لقاح الكوفيد-19 يعجل ويروح يطعم.